المركز الاول هادي بسعيد الاحبابي محتل مقدمة الشوط. ننتقل مع المركز الثاني اللي وصل بقوة وانتزع المركز الثاني في طريقه الى مقدمة هذا الشوط. في هذه اللحظات وصل اللي هو ما يخاف للسيد مبارك بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري ضيفنا من دولة قطر الشقيقة كاشارة بهذا المهرجان. ننتقل مع المركز الثالث وصل في هذه لحظات مع المركز الثالث شهيد للسيد عبد الله بن جمعه ارحمه الدرمكي مع المركز الثالث في الوقت الذي نتجول مع مصورنا العزيز الى المركز الرابع. شوف الدخول على المركز الرابع اللي وصلت بقوه في هذه اللحظات في طريقه الى مقدمه الشوط. غير موازين الشوط شهيد للسيد احمد بن سعيد بن احمد الرميثي وصل مع المركز الخامس. في المركز الخامس في هذه اللحظات نجد في المركز الخامس وصل غزيلان في هذه اللحظات للسيد علي بن مانع بن يحيى بن علي العجمي نقل مع المركز السادس. انضم الينا في هذه اللحظات الى المركز السادس وصل مجاوز للسيد محمد بن حمد بن كردوس العامري نقله مع المركز السابع. سابع المراكز اللي انضم الينا في هذه اللحظات حامل رقم 37 هذا شباب اللي خذ المركز السابع في طريقه في هذه اللحظات اللي هو جلمود للسيد فهد بن علي آل محمد الهاجري. والمركز الثامن وصل مياس للسيد سعيد بن مبارك الغيلاني. والمركز التاسع شوف المركز التاسع اللي وصل بقوة إلى المركز التاسع في طريقه إلى مقدمة الشوط. يا سلام وصل في هذه اللحظات وصل مصيحات اللي قادم بقوة المملوك السيد عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري. والمركز العاشر وصل في هذه اللحظات هذا المركز العاشر في طريقه إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات اللي هو مستحيل ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى قدمتها لحضراتكم. نعود إلى مقدمة الشوط نعود مع المركز الأول نعود مع السيطرة تراطاري على المركز الأول. الله 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 يا مجاوز بدل مجاوز إلى مقدمة الشوط بشعار السيد محمد بن حمد بن كردوس العامري يعلن عن وجود مجاوز في المركز الأول. سيطرة كاملة وسيطرة فعالة بينما في المركز الثاني متواجد مياس في المركز الثاني سعيد بن مبارك بن راشد الغيلاني ضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة كإشارة بهذا المهرجان. ننتقل مع المركز الثالث اللي وصل بقوة اللي جاوز إلى مقدمة الشوط مصيحان للسيد عبد الله بن خالد بن حميد المهيري. انتقل إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات ننتقل مع المركز الرابع رابع المراكز اللي وصل بقوة خذ المركز الرابع عاد مرة أخرى اللي هو الحذر السيد هادي بن سعيد من جمهور الأحبابي. والمركز الخامس اللي انضم إلينا وصل براق للسيد مبارك بن علي بن ضبيع الاكتبي ما يبنى الطاري إلا في هذه اللحظات. الله 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 يا الحماس وصلنا إلى وين؟ إلى المركز السادس. والمركز السادس هنا متواجد في المركز السادس في هذه اللحظات متواجد اللي هو شهيد ولكن الشقة وصل مسلب محمد بن صنقوح العامري. نعود إلى مقدمة الشوط نعود مع المركز الأول نعود عند اللي انفرد. الله الله ما شاء الله يا مصيحان ما شاء الله على عروض مصيحان بدأ ينفرد انفراد كامل للسيد عبد الله بن خالد بن حميد بن خالد المهيري. الله 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 دخلنا وين؟ في الكيلو المتر الأخير كيلو الحماس وكيلو الصراع ولكن صيحان اللي خذ علينا خدمة كاملة. شوف المركز الثاني يا شباب بيننا مسافة مع المركز الثاني نتأخر قليلا يا
الثاني، وهذا السيل الهائل مع المركز الثاني والخطورة القوية مع المركز الثاني، سبعة قعدان يتنافسون على المركز الثاني، نتأخذ لنا ولكن خلاص الأمتار الأخيرة 500 متر أخيرة بدأ ينفرد في مقدمة الشوط. يا راعي دريبح مشكور على هذه العروض اللي قدمها مصيحان عبد الله بن خالد بن حبيد بن حارب المهيري. سلام يا هالي دبي، سلام يا هالي الحوية، دانت الدنيا المرة الثانية خلال سباق هذا اليوم يقدم هذه العروض. مصيحان انفرد بالمركز الأول، قفل على الشوط، قفل مصيحان، روح يا أبو خالد عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، روح يا راعي دريبح، خلاص الشوط شوط مصيحان لحظات الوصول اللي قدم هذه العروض الممتازة من فرد انفراد كامل لحظات الوصول. تهانينا المبروك يا سيد عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب الهيري، فوز مصيحان بالمركز الأول. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات، هذا المركز الثاني ما شاء الله أتانا في اللحظات الأخيرة، حامل اللي هو الأسد للسيد سلمان بن محمد بن سلمان آل جبرين. المركز الثالث وصل في المركز الثالث مستمعينا الكرام اللي هو شاهين للسيد علي بن حمد بن علي نعيمي. المركز الرابع اللي أخذ المركز الرابع في اللحظات الأخيرة اللي هو للسيد عبيد بن أحمد بن حوت العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس مستمعين الكرام هملول مبارك بن طرشوب بن صالح العامري، هذا المركز السادس. نعود بالتوقيت الزمني، توقيت مصيحان اللي سجل 7:35 جزئين من الثانية، يعتبر أفضل توقيت ما شاء الله، راح التيم تحت أقدام مصيحان. تهانينا المبروك للسيد عبد الله بن خالد الحميد المهيري. المركز الثاني وصل في المركز الثاني سمعين الكرام الأسد للسيد سلمان بن محمد بن سلمان الجبرين، سجل 7 لحظات يصل إلى المركز الثاني، بالتأكيد 7:41 ثلاث أجزاء من الثاني. المركز الثالث وصلان اللي هو شاهين السيد علي بن حمد النعيمي، سجل 7:43 ست أجزاء من الثانية. تهانينا إلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى، تهانينا والناموس.